في امريكا انا بيبقى عندي نوعين من الانكم من الدخل، اوكي، عندي حاجه اسمها ايرند انكم وعندي نوع ثاني اسمه باسيف انكم، وده اللي بس كان بيسال عليه. الايرند انكم يعني انا فاتح ال ال سي، فاتح شركه بشتغل دبليو 2، شغال في شركه الفلوس دي اسمها ايرند، دي بيتحسب عليها التاكس براكت بتاعها اللي هو بيوصل لحد 37%، طبعا ده غير الاستيت يعدي 50% حسب الاستيت، تمام، اسمه ايرند. عندي بقى الباسيف انكم اللي هو الانكم بالبلدي اللي انا مش تعبان فيه، زي ايه مثلا؟ انت اشتريتي اسهم، اشتريتي بونز، فبيدي لك انترست، بيدي لك عوائد عليها، بيدي لك ديفيدنت، بيدي لك حاجه زي كده، صح؟ صح. المفاجاه، انت من وجهه نظركم مين يتاخد عليه تاكس اعلى؟ اللي انا تعبان فيه ولا الباسيف انكم؟ المفروض الباسيف باي لوجيك يعني. الايرند لو الانكم بعد الديفيدنس اللي هي مثلا ابل اللي بيطلع لك كواليفايد ديفيدنت، كواليفايد ديفيدنت وكتير من الديفيدنت في الشركات، التاكس ريت بتاعها اقل من الانديفيدوال بكتير.